بغلط التحقيق في قضية حريق المصنع. هو التلفزيون بيصور؟ أي استجواب عندنا بيتم بالصوت والصورة، علشان ما حدش يخرج يقول إن أنا اتعذبت أو اعترفت تحت الإكراه. طب ما هو ممكن المتهم يخش أي أوضة ياخد الطريحة المظبوط يخرج يعمل مكياج ويقف قدام الكاميرا عامل كده. في بعد كده نيابة يا حسن، ولا أنت فاكر الحكاية جهجهون؟ نيابة. حرقت المصنع ليها كفرة، ده في ناس كتير بتاكل عيش من وراه. احنا قلنا كل حاجة في التحقيق. يعني اعترفت؟ نصيب بقى. انت اسمك ايه؟ فرج ابو زيد. مين؟ فرج ابو زيد. وانت اسمك ايه؟ شربيني ابو خطوة. شربيني مين؟ ابو خطوة. الاتنين دول اعترفوا بحرق المصنع؟ ايوه. وصورتوا الاعتراف؟ والشريط موجود. انتوا صورتوا اعترافات ناس كدابين. تعال يا دكتور، هو هنا. فين بيت الشركة اللي معاكم؟ احنا ملناش شركة. احنا الاتنين بس. فتحي فين؟ هو رشوان. دول انت يا واد الطهوة اتكلم. فتحي سافر عند امه في المنوفية، ورشوان هرب على اسكندرية. التصوير ده لازم يتعاد من تاني، قصدي التحقيق لازم يتعاد من تاني. اسامي الاتنين التانيين ايه بالكامل يا حسن؟ في الحقيقة انا كسرت اسألهم اصلي في الحلم. اوصافهم ايه يا حسن؟ كانوا واقفين في الضلمة. السلام عليكم. التحقيق في حريق المصنع تاني مرة. سلامي على كل الاخوة اللي عندكم وحياتك، ها؟ وسلامي على سيادة اللواء كتير، مع السلامة. ألف حمد لله بالسلامة أبو علي. إيه الأخبار؟ خبر زي الزفت على دماغك، كله من تحت راسك. ليه ليه كف الله الشر؟ القهوة بتاعتك ما بقتش أمان يا معلم. إيه؟ كل كلمة بتتقال جوه القهوة بتوصل لهم، حتى كركرة الجوزة والبواري. القهوة بتاعتك مترشقة ميكروفونات. ميكروفونات؟ أيوة.